إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. إذا أراد أن يرسل جنوده إلى اليمن فإنما سيواجه في اليمن ليعرف وليفهم وليتيقن، وبإذن الله تعالى سيكون أقسى بكثير مما واجهه في أفغانستان ومما عانى منه في فيتنام.